في بريطانيا وإلى نتفليكس التي طرحت The Crown وهو المسلسل الخامس، لكنه الأول بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية واعتلاء الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا. يتميز الموسم الجديد بمشاركة ممثلين عرب، هما سليم ضو في دور محمد الفايد وخالد عبد الله في دور دودي الفايد، حبيب الأميرة ديانا الذي لقي مصرعه معها في حادث سير في باريس عام 97. ومن بريطانيا مع عروب تاج الدين نتابع مع هذا التقرير. ظروف مختلفة تحيط بإطلاق الموسم الخامس لمسلسل The Crown الإنجليزي هذا العام، فهو الأول منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية والأول منذ اعتلاء الملك تشارلز العرش البريطاني، ما يعني أن دور دومينيك ويست يأتي في وقت حساس بالنسبة لملك ما زال يستقر في منصبه ويحاول كسب قلوب البريطانيين. Our constitution is pretty weird and unusual and unique in that we have a family as head of state, not an old politician or a president or a... we have this family and all its flaws. ومن المتوقع أن يجذب الموسم قاعدة جماهيرية عربية، حيث يضم طاقم التمثيل هذا العام ممثلين عربا لتجسيد دور محمد الفايد وابنه دودي الفايد. ما في شرف أكبر من هيك إنه إحنا يعني نقوم بإداء هاي الشخصيات العملاقة. كان في مشاهد إحنا بنصورها واحنا بقينا المشاهدين العرب بنتفرج، يا لهوي ده احنا بنعمل ده في الكراون، حاجه جميله. شوف خالد شوف people won't never understand how it's really been for me. ويعرض المسلسل الفترة المضطربة من حياة الأميرة ديانا والمقابلة التي صعقت العالم وزعزعت العرش البريطاني عام 1995 قبل عامين من وفاتها المأساوية. That was a tumultuous time for the family then. So it makes drama, but it's also, I mean, these are all real events that happened. But for Peter Morgan, he's having to try and see what was going on behind the doors before those doors opened and terrible things were revealed. على هذه السجادة الحمراء مشى أبطال المسلسل الأكثر إثارة للجدل في بريطانيا منذ 6 سنوات، والذي على وشك أن يصبح أكثر إثارة مع بدء الموسم الخامس الذي يروي الفصل الأكثر توتراً في حياة العائلة الملكية البريطانية، فيما أصوات المنتقدين لإيقاف المسلسل تتعالى. ويواجه المسلسل عاصفة من الانتقادات من قبل الوسطين الفني والسياسي التي تتهم القائمين عليه بسرد ما تصفه بالأكاذيب خلال مرحلة صعبة شهدتها العائلة الملكية، حيث يكشف المسلسل أن الأمير تشارلز حاول إقناع الملكة بالتنازل عن العرش، كما يتم تجسيد المشاكل بين تشارلز وزوجته آنذاك الأميرة ديانا بشكل يعتبره البعض أنه يصور الملك بشكل سلبي. I feel very sad that they're ignoring the incredible research and incredible detail. You know, but a brooch is moved a centimeter so it actually really matches with the photograph you've got. In light of the events of the last 12 رغم التخوف من احداث المسلسل وما قد يحدثه من صدم، يبقى The Crown من اعلى المسلسلات مشاهدة، فيما لا تزال العائلة الملكية تشكل مادة دسمة تثير فضول العالم سواء كان ذلك في الواقع او على الشاشات. How did it come to this? من لندن، عروب عبد الحق، العربية. الموسم الخامس من The Crown ربما يكون الأكثر جدلاً منذ بداية عرض العمل في 2016. الانتقادات تتركز على أن خيال المؤلف تم فرضه على أنه واقع. المسلسل يعرض أحداثاً عصرناها بالفعل، وإن كانت هناك بعض التوابل لإضافة نكات أو إثارة على الأحداث، نتفليكس لا تنكر ذلك وتدافع أن العمل ليس وثائقياً. يتناول الموسم الجديد فترة التسعينيات وهو العقد الأكثر حساسية في تاريخ العائلة المالكة، العقد الذي كتب نهاية لثلاث زيجات وشهد حريق وينسور الشهير عام 1992 وحدث القرن مقتل ديانا. بعد وفاة الملكة أصبح أي تصوير سلبي لابنها تشارلز أكثر دقة، لأن ذلك يعني انتقاد الملك الحالي بصورة مباشرة. وأحد الأمثلة عرض المكالمة الحميمية المسربة بين تشارلز وكاميلا. نقع
شاهد آخر كان بطله السير جون ميجر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي وصف مشهد محادثته مع الملك تشارلز وتدبيره مؤامرة للإطاحة بالملكة إليزابيث من العرش على أنه محض هراء. التلميح على أن الأمير فيليب كان على علاقة غرامية مع بينيلوبي كانتشبول كونتيسة مونت باتون التي كانت تصغره بثلاثين عاماً أثار الجدل أيضاً، حيث تصر مصادر مقربة من العائلة المالكة على أنها كانت مجرد صديقة ليس إلا.